تحرير بلدة كسب بشكل شبه كامل من قبل جبهة النصرة الجبهة الإسلامية وبعض الكتائب المجاهدين الثوار في جبل أكراد وجبل تركمان. ها هي بلدة كسب بشكل كامل. أنا فداك أخوي ولله الحمد. منطقة شاسعة بقي فقط هذه المنطقة الصغيرة بإذن الله سوف تنتهي في نهاية هذه اليوم. ها هم المرابطون على حدودها. الله أكبر. الله أكبر.